الدايلوج اللي بعده دايلوج بين ويتر وبين محمد، بين الجرسون وبين محمد. Excuse me, are you ready to order, sir؟ عارفين are you ready to order, sir؟ هل مستعد لطلب الأكل يا سيدي؟ order معناها يأمر أو يطلب. قال yes please I'd like some coffee، أنا عايز قهوة. then space، قال له I'd like it black، عايز قهوة إيه سادة please. يبقى السؤال إيه؟ عايز أقول له ما نوع القهوة؟ أقول له what kind of coffee، مش هسألهم بقى، أقول what kind of coffee، ما نوع القهوة؟ و I'd like هي تطلع في السؤال تبقى ايه would you like، ادي I ادي would you like. طب اداني space، قال yes I'd like a little piece of chocolate، ايوه عايز قطعة شوكولاتة صغيرة. يبقى السؤال ايه would you like anything else، ما انا قلت لما الاقي yes او no بنسأل بفعل ايه مساعد، هنا I'd like اختصار would like، يبقى هبدل would مع you تبقى would you like anything else، هل محتاج حاجة تانية؟ وبعدين قال له اني سنجلز سير، حاجة تانية يا سيدي؟ اداني سبيس، قال له a newspaper، يبقى كان بيقول له yes I want a newspaper، انا عايز رد، قال له a newspaper جريدة. واداني سبيس، قال don't worry ولا يهمك، انا عارف I'm sorry رد على ايه، يبقى قول له sorry we don't have a newspaper، متأسف ما عندناش جرايد. قال له don't worry ولا يهمك I'll check the news on the internet، انا هشوف الاخبار عليه على الانترنت. الدايلوج اللي بعده، ألاء is buying a blouse at a clothes shop، ألاء بيشتري بلوزة في محل ملابس. Excuse me، دي ألاء بتقول I am looking for a blouse، أنا ببحث عن بلوزة. قالت لها what about the color، طب اللون إيه؟ ترد تقول لها مثلا I'd like مثلا red color، أي لون؟ قال لها show me the colors please، بتقول لها I'd like any color، محتاجة أي لون؟ could you show the colors، ممكن توريني الألوان؟ قالت لها look at this one، بص على اللون ده. وspace، قالت لها yes، يبقى السؤال ايه do you like this color، هل عاجبك اللون ده؟ قالت yes، yes يبقى I like it. واداني سؤال اللي جابته yes certainly here you are، يبقى can I try it on، يعني can I try it on، ممكن اقيسه؟ قالت لها yes certainly، نعم بالتأكيد here you are، اتفضلي ليه اسي. قالت لها can you wrap it، ممكن تلفيه؟ how much is it، تمنه كام؟ سؤال. قالت لها yes of course it's 200 pounds، تمنه 200 جنيه. يبقى السؤال عارفين بيسأل الثمن بايه، ب how much is it، يعني كم تمنه. الطيارة اللي بعد كده، summer is asking her uncle about his job، صار تسأل خالها أحمد على الوظيفة بتاعته. بتقول له هاي أنكل واتس يور جوب، قال لها أي أم تيتشر. وير دو يو وورك، أين تعمل؟ رد عليه أي وورك إن ديار بنيدن. وات أر يو ستادينج، بتدرس إيه؟ رد على أي أم تيتشينج إنجلش، بدرس إنجليزي. سأل سؤال، قال أي هاف بين تيتشينج فور 31 ييرز أولد، بقالي 31 سنة بدرس. بسأل طالما فور مدة زمن، بسأل بيه very good، أسأل بها how long، ولازم وراها فعل مساعد تحت I have، تطلع في السؤال تبقى ايه have you، يبقى how long have you been teaching، بلاك قد بتدرس. سأل سؤال قال yes I go in my car، أيوة بروح في عربيتي، طالما في السؤال بيسأل أنا بسأل بفعل مساعد وجو، هقول do you go، do you go to work by car، هل بتروح الشغل بعربية؟ قال yes I go in my car. سأل سؤال قال it's a Kia، بسأل عن ماركة العربية what kind of car do you have، إيه نوع العربية اللي أنت تمتلك. مالك has a toothache، عنده ألم في أسنانه. he is at the dentist، في عيادة طبيب الأسنان. dentist طبيب الأسنان بيقول له good morning مالك what's the matter with you، احنا عارفين أول ما تروح الدكتور سألك what's the matter with you أو what's wrong with you، يعني مالك أو عندك إيه. قال oh I have a bad toothache، عندي ألم في أسناني. قال له سؤال، قال له since yesterday، من امبارح. يبقى أسأل لما ألاقي since yesterday، يا أسأل بها long، يا أسأل حاجة اسمها since when، منذ متى. do you feel it، بتشعر بهذا الألم. قال له open your mouth please، افتح بقك من فضلك. واداني سؤال، قال له the one in the middle، قال له السنة اللي في النص. يبقى السؤال ايه which one does it ache، أي سنة بتؤلمك. قال له I see، أنا فهمت.
Does it hurt you؟ هل بتألمك؟ طبعا أجابه إيه؟ Yes it hurts. قالت أيوة بتألمني كتير. سأل سؤال قال No it is not serious. بقول Will you take it out؟ Take it out يعني يخلع السنة، هل تخلع السنة؟ رد قال له No it isn't serious، لا مش خطيرة. والإجابة طبعا I will have to fill it in، أنا اضطر إن أنا أحشيها لك. شوف المحادثة اللي بعد كده. هنا أحمد عند محمد سمير are talking about sport، بيتكلموا عن الرياضة. هلو محمد، can I ask you a question؟ ممكن أسألك سؤال؟ قال yes of course. سأله سؤال قال my favorite sport is weight lifting، رياضتي المفضلة هي رفع الأثقال. يبقى السؤال إيه؟ what's your favorite sport؟ ما هي هوايتك المفضلة؟ الويت ليفتنج بيلدس ذا ماسلز، رفع اثقال بيبني العضلات. هاو ماتش كان يو ليفت، ترفع قد ايه؟ رد عليه اي ليفت فوق اي كان ليفت 40 تو 50 كيلوغرامز، انا بقدر ارفع من 40 ل 50 جرام. وات ابوت يو، طب وانت؟ قال له اي لايك جودو، انا بحب الجودو. ساله سؤال قال نو اي دونت لايك ات، لا ما بحبوش. يبقى السؤال ايه؟ دو يو لايك جودو، هل بتحب الجودو؟ هيقول no I don't like it but I like وأي رياضة تانية. دار بعده أبرار is asking her brother عادي عبد الحميد about his sports star، بيسأله عن إيه؟ عن نجمه المفضل. فهنا أبرار بتسأله إيه؟ Who is your sports star؟ من هو نجمك المفضل؟ رد عبده عليه He is مو صلاح. What's his nationality؟ ما جنسيته؟ رد عليه عبد الحميد قال he is Egyptian مصري. Which team does he play for؟ طب هو بيلعب لأي فريق؟ رد قال له he plays for Liverpool in England، بيفضل ليفربول، بيلعب في ليفربول في انجلترا. Is he famous؟ هل هو مشهور؟ رد قال لها yes he is extremely famous، مشهور مشهور للغاية. He has scored many goals، وأحرز أهداف كتير. Really how many goals has he scored؟ كم هدف اللي أحرزه؟ قال لها about إيه؟ about 200 goals، أحرز. الديالوج اللي بعد كده. إسراء is buying a shirt، إسراء بتشتري a shirt إيه؟ قميص. فالسيلر اللي باعه بيقول لها إيه؟ how can I help you miss؟ احنا عارفين أول ما أخش أي محل يا إما هيقول لي can I help you؟ يا اما هيقول لي هاو كان اي هيلب يو، لو كان اي هيلب يو هجاوب بيه اقول يس اي وونت كذا، لكن لو قال لي هاو كان اي هيلب يو ازاي اساعدك لازم اقول اي وونت او ايد لايك تو. زي هنا هاو كان اي هيلب يو مس، ازاي اساعدك يا سيدي؟ قالت له ايه؟ ايد لايك تو باي، عايز اشتري. فيري جود، هتبقى ايد لايك تو باي ا شيرت، عايز اشتري قميص. قال لها وات سايز دو يو وونت، عايزه مقاس كام؟ رد قالت له ايه؟ medium please، مقاس وسط من فضلك. قال لها what color would you like، اي لون تحبيه؟ قالت له red please، احمر من فضلك. وسؤال الاجابة تحت عليه قال it's only، انه فقط 100 pounds، تمام 100 جنيه. يبقى السؤال ايه؟ يبقى السؤال how much، قلنا بنسأل how much is it، كم تمنه. do you like it، هل عجبك؟ قالت له yes. yes ايه بقى؟ That's nice، لطيف جدا. I'll take this one، هاخد ده. قال لها will you pay by credit card or cash، هتدفع بطاقة الائتمان ولا كاش نقدا؟ طبعا هنا بقى مش هتجاوب بيس او انها هختار اي واحدة منهم، يا اما credit card يا اما كاش. قالت له I will buy by credit card، هدفع بطاقة الائتمان. الدايلوج اللي بعد كده جودي is booking a ticket to أسوان، بتحجز تذكرة لأسوان. التيكت كليرك بيقول لها ايه؟ موظف تذاكر. احنا قلنا على طول اول ما اخش معايا بيقول ايه؟ how can I help you، ازاي اساعدك؟ قالت له I want to book a ticket to أسوان. سأل سؤال قال لها it's 200 pounds، تمنه 20 جنيه. بس سؤال ايه؟ يبقى السؤال بيرجو تتوب how much is it، يعني كم تمن التذكرة. طيب اداني سبيس قال له the train leaves at 10:20، القطر هيمشي حوالي 10:20 يعني كام؟ 10:30. يبقى السؤال ايه؟ يبقى السؤال when، عشان
وتحت ليفز فيها اس بسأل بدز، يبقى وين دز ات ليف، بسألت بدز وشلت الاس من ليف. طب سأل سؤال قال لها ذا جيرني الرحلة، ذا جيرني الرحلة مالها؟ ذا جيرني تو أسوان تيكس 12 اورز. خد بالك السؤال ده بياخد 12 اورز، يعني بياخد 12 ايه، 12 دقيقة. يبقى السؤال ايه؟ يبقى سؤال هاو لونج، عشان 20 ساعة دي مدة زمنية، بسأل مدة زمنية بهاو لونج، وتحت تيكس بدس ات تيك، عشان تيكس فيها اس سألت بدس وجبت تيك الفعل فين في المصدر. طب سأل سؤال قال لها فروم بليد فور بلاتفورم 6، من رصيف نمرة 6، يبقى عايز أقول أي رصيف مش من بورتالي، سألت أهو شايفين ويتش بلاتفورم، يعني أي رصيف وعشان تحت فيها ليفز، يبقى ويتش بلاتفورم داز ات ليف فروم. شوف أنا سألت داز ليه والمصدر عشان في الجملة فيها ليفز. طب قال إيه بلاتفورم نمبر 6 هاف أ نايس جيرني. هاف هنا مش سؤال، ده هاف هنا أتمنى لك أ نايس جيرني، رحلة لطيفة. رد عليه تحت قال لها ثانك يو. Number 9, dialogue number 9, 9. Rana and Fatma are talking about the holiday. يتكلم عن ايه الاجازه. فانا بتقول لها ايه؟ The school year has ended. العام الدراسي انتهى. Are you happy؟ هل انت مبسوطه يا فاطمه؟ قالت لها of course. طبعا اداني space بقول of course I am very happy. Of course كاني بقول yes بالظبط. ما are you؟ المفروض اقول yes I am. وقال لي of course، يبقى of course I am happy. طب رنا سألتها سؤال قالت لها I'll spend it in Alexandria، أنا إن شاء الله هقضيها in Alexandria في اسكندرية. طبعا Alexandria دي مكان، المكان بدأ عليه بإيه؟ بدأ عليه بوير، وهنا I will تطلع في سؤال تبقى بقول وير عايز على اسكندرية، وتحت I will طلعنا في سؤال بقت will you، where will you spend it، أين هتقضي الأجازة. سألتها سؤال قالت لها I will travel with my parents، هسافر مع والداي. والداي دول عاقل، العاقل بسأل بإيه؟ بسأل بهو، سأل بهو، وتحت I will travel with my parents يبقى السؤال هو will you، I will تطلع في السؤال تبقى will you. سألتها سؤال قالت لها I am going to stay for 2 weeks، إن شاء الله ناوي أقعد 2 weeks أسبوعين. يبقى نسأل على 2 weeks دي مدة زمنية، بس على بإيه؟ بس على very good، ده صراحة حد بيقول how long، يبقى أقول how long، وتحت I am going to يبقى هتبقى how long are you، I am تطلع في سؤال تبقى إيه؟ how long are you going to stay there، هتقعد قد إيه هناك. قالت لها have a nice stay there، أتمنى لك إقامة لطيفة. have هنا مش سؤال، have هنا أنا أتمنى لك a nice stay there، إجازة سعيدة. أو أقول لك enjoy your stay there، أتمنى لك استمتع بحياتك هنا، هرد أقول له إيه؟ هقول له طبعاً thank you. وكمل هو في الديالوج قال لنا، قال لها هقول لها الإجابة من thank you طبعاً شكراً، I will miss you so much، هتوحشيني جداً أو أفتقدك كثيراً. الديالوج اللي بعد كده نمبر 10، أحمد and محمد are buying new clothes، بيشتروا ملابس جديدة. فأحمد بيسأل محمد بيقول له إيه how many shoes do you have محمد، عندك كم جزمة محمد؟ رد محمد قال له إيه space، وما قدرش يجاوب كم عدد بقى لما نشوف إيه اللي بعد كده. قال له بعد كده سؤال قال له I like the brown bear، بحب الجوز. وصلنا لدرج نمبر 11، رنا and فاطمة met for the first time.
رنا بتقول لها هلو رنا، هلو اي ام رنا، هلو ام رنا البرماوي، كان يو تيل مي يور نيم، ممكن تقول لها اسمك؟ ردت فاطمه قالت لها ايه؟ قالت لها اوف كورس بالطبع اي ام فاطمه احمد. قالت لها هلو فاطمه نايس تو ميت يو، مبسوطه ان انا شفتك. سالتها سؤال قالت لها I am in grade 1 prep، أنا في الصف الأول إعدادي. السؤال What grade are you in؟ What grade يعني أي صف are you in أنت موجودة فيه. سألتها سؤال قالت لها I am from الإبراهيمية، أنا من الإبراهيمية. يبقى السؤال إيه؟ تبقى الإبراهيمية دي مكان، هسأل بوير وتحت I am تطلع في السؤال تبقى إيه؟ Are you، يبقى where are you from يعني أنت منين. يبقى شوف هنا الإبراهيمية هي سألت عليها بإيه؟ بوير، تمام، وتحت هنا I am، I am يبقى أنت تطلع سألت بقى أر يو، يبقى وير أر يو فروم، من أين أنت. سألتها سؤال قالت لها I like swimming and football، بحب السوين السباحة and football وكرة وكرة القدم. يبقى السؤال عايز أقول لها إيه الرياضة اللي تحبيها؟ يبقى يا إما أقول which sport يا إما what sport do you like، الرياضة اللي انت بتحبيها. قالت لها مي تو، وانا ايضا بحب الرياضة. اي ادور الاهلي تيم، انا بعشق فريق الاهلي. وات اباوت يو، وانت؟ قالت لها ايه؟ قالت لها سبيس اول ماي فاميلي ار اهلاوي، كل عيلتي اهلاوية. يبقى معنى كده تقول لها ايه؟ اي لايك الاهلي تو، وانا بحب الاهلي ايضا. اي لايك الاهلي تو، وانا بحب الاهلي ايضا لان كل عيلتي اهلاوية. Number 12. أحمد عند محمد met in the street. أحمد ومحمد يتقابلوا في الشارع. فأحمد يقول ايه؟ Where are you going my friend؟ رايح فين يا صديقي؟ رد قال له ايه؟ قال له I am going to، ما اقدرش اقول المكان الا لما اشوف بقية الإجابات. قال له the city library، راح مكتبة المدينة. يبقى هو رايح فين؟ يبقى يقول I am going to the city library، أنا رايح ايه؟ مكتبة المدينة. طب I am going to the city library. سأل سؤال قال له to borrow a story to read in my free time، عشان استعير قصة اقراها في وقت فراغي. يبقى عايز اقول له وصلنا للسؤال الرابع اللي هو choose the correct answer from A, B, C or D. Number one is a sport، رياضة، where a swimmer goes deep underwater، حيث السباح بينزل deep under water، عميق في اللي تحت المياه. هل هي sailing الابحار، driving سواقة، ولا tricking التجول مشي، ولا diving طبعا diving اللي هي الغوص. Number two I went in Sinai's mountains last week، انا رحت في جبال سيناء الاسبوع الماضي. يبقى تبقى sailing ولا driving ولا tricking ولا دايفنج. طبعا طالما على سينا يبقى في جبال وفي رملة، يبقى بمشي مشي طويل على رجلين، يبقى باخد التريكنج. نمبر 3 I went to holiday with my family to Alexandria. طبعا الهوليداي بتاخد حرف الجر ايه؟ very good، يبقى هوليداي تاخد on. on holiday رحت بأجازة مع عيلتي في اسكندرية. نمبر 4 they did Rana move to the new house. هقول where day ولا what day or when where day ولا how day. طبعا what day في أول يوم أو which day في أي يوم رنا انتقلت لشقتها الجديدة. Number 5 أحمد looks forward to، عارفين look forward to يتطلع إلى، رغم إن في تو احنا عارفين تو وراء المصدر، بس التعبير اللي هو اسمه look forward to يطلع إلى على بعض كده بيجي وراء فعل ينضاف له I N G. باي بايز ولا بوت ولا باين؟ طبعا هتبقى باين لتر دي. A new car soon يطلع ان اشتري عربية جديدة حالا او قريبا. Number 6 This place هذا المكان scary don't go inside. هذا المكان هقول likes يحب scary يعني مرعب، ولا looks يبدو، ولا sees يرى، ولا watches. طبعا looks معناها هي يبدو مش ينظر، looks scary. Number 12 I wear a jacket. بقول لك we wear jacket، نلبس الجواكت، to keep ourselves عشان تحافظ علينا.
I'll keep our service. اختار بقى. Keep our service. Hot. تخلينا hot حرانين ولا cold بردانين ولا warm دفانين ولا warm دودة الأخيرة. طبعا الميدل جاكيت عشان keep us our service warm عشان ندفي أنفسنا. warm يعني دافي لكن وقت حر من الشمس. driving or driver a car ولا drives ولا driverless car is a car that can drive itself. هي سيارة بتسوق نفسها without a driver بدون سواق. very good. فتبقى driverless السواقات السيارات التي بدون قائد اللي بتتساق اوتوماتيكيا او بالكمبيوتر. Number 14 is a machine هي آلة that can do many things for us ممكن تعمل لنا حاجات كتير. هل روبوت ولا روكت ولا راكت ولا ليس؟ طبعا روبوت. روبوت اللي هو ليه الإنسان الآلي. الإنسان الآلي بيعمل لنا حاجات كتير. Number 15 A or an is a house made of ice and snow هو منزل مصنوع of ice من التلج and snow والجليد أو التلج الطبيعي. هل هو مونتين ولا هيل ولا جانجل ولا ايجلو؟ very good. ايجلو اللي هو بتاع الاسكيمو طبعا منزل من الثلج. number 16 doors are made wood or metal طالما قال لي or او and يبقى ما ينفعش اقول اوف لا لازم اقول made from طالما جاب لي اكتر من ماده يبقى اقول are made from مصنوعه من لكن لو كانت wood بس او metal بس كنت قلت made of number 23 are used to build houses استخدم to build houses لبناء المنازل. هل هي taps حنفيات roofs الأسقف ولا ovens الأفران ولا bricks الطوب؟ طبعا bricks اللي هو اللي الطوب استخدم لبناء المنازل. number 24 I think it's very cold tomorrow. أعتقد إنها تبقى برد بكرة. ده تنبؤ بدون دليل. يبقى على طول أخد إيه؟ will be. يبقى I think it will be cold tomorrow. أعتقد ده هيبقى بكرة برد. 25. The doorbell is ringing. جرس الباب بيضرب. I open it. ده خد بالك قرار سريع. طالما جرس الباب بيضرب دلوقتي يبقى أروح أفتحه دلوقتي. يبقى I will open it. number 26 there are clouds in the sky يوجد صحف في السماء. it rain tomorrow طالما في صحف يبقى الاسم تنبؤ بدليل يبقى قولش it will rain لا it's going to be rainy tomorrow دوا هيبقى ممطر بكرة. number 27 الأهلي is training very hard فريق الأهلي بتدرب بجد جدا طبعا بتدرب بجد تنبؤ بدليل يبقى راح إليه I believe أعتقد أو I think it's going to win number 34 Mr. أحمد was born Mr. أحمد اتولد 25th March 1976 25 مارس خد بالك 25 ده يوم الأيام بتاخد إيه؟ يبقى إن ولا أون هناخد أون very good طب لو كان قال لي مارش بس أو سنة بس كنت خدت إن لكن طالما في يوم جاء قبل الشهر أو بعد الشهر يبقى لازم آخد حرف الجر أون يعني الأيام بتاخد حرف الجر أون number 35 people live on the moon in the future الناس هتعيش على القمر في المستقبل ده توقع او تنبؤ زي ما انت شايف بدون دليل يبقى قول ويل ليف. number 36 this sweet is made sugar and chocolate لسه قايل من شويه لما يصنع من اكتر من ماده ناخد ايه؟ made of ولا made from؟ very good سمع حد هو قال لي made from مصنوعه من. number 37 what do you like cup of coffee طبعا هنا كوفي ما تاخدش اداه كنت قلت سام كوفي لكن عشان اقول لك كاب لازم اقول a cup of coffee فنجان من القهوه هل تريد فنجان من القهوه ما اقولش ايه هنا خد بالك ان لازم ورايا اسم جمع
او اسم لو اين كوفي ماشي بيمشي. Did you food from this shop before؟ طبعا did you buy، هل اشتريت food from this shop before؟ طبعا ده سؤال اهو، قلنا السؤال والنفي بناخد فيها ايه؟ very good، السؤال والنفي بناخد فيها any، يبقى did you bought any or did you buy any food from this shop before؟ number 39. Number 45. We learned a lot about the earth. احنا تعلمنا كتير عن الكرة الارضية. And the moon at the، تعلمنا الكرة الارضية والقمر فين؟ At the planetarium. Planetarium. Planetarium دي اللي هي مرصد الكواكب والنجوم والكلام ده، ولا aquarium اللي هو حوض السمك، ولا ستاديوم الاستاد، ولا ميوزيوم المتحف. Very good، سهلة خالص. بلانتيريوم اللي هو مرصد النجوم والكواكب. Number 46. I love the fish، أنا أحب السمك. But I didn't see any whales، ما شفتش أي whales يعني حيتان. At the، طب at the بلانتيريوم ولا aquarium ولا ستاديوم ولا ميوزيوم؟ طبعا اكواريوم اللي هو حوض السمك. نمبر 47. The balls are very heavy at the، الكور تقيلة جدا at very، ده يبقى the planetarium ولا aquarium ولا swimming pool ولا بولين الي. طبعا بولين الي اللي هي ايه؟ لا ده ملعب اللي هي الجولف او صالة الايه؟ البولينج. يبقى صالة البويلينج ايه؟ الكور فيها تقيلة. نمبر 48. Do you like working with other people؟ هل تحب تشتغل مع other people، ناس تانية؟ Or do you prefer working، working ايه بقى؟ تحب تشتغل ايه بقى؟ along ولا alike ولا alone ولا lonely؟ Very good، يبقى alone. Work alone يعني يعمل بمفرده. نمبر 49. Last week I saw about dolphins in the aquarium. الأسبوع اللي فات أنا شفت إيه في الدولفين، الدلافين in the aquarium. هل exhibition معرض ولا stadium ولا pool ولا swim؟ طبعا exhibition معرض أو عرض، معرض للدولفين أو عرض للدولفين في الأكواريوم. Number 56. I am proud to be Egyptian. أنا فخور إن أنا مصري. وعايز سؤال مزين. هل هقول am انت I ولا are انت I ولا I am ولا am I not؟ طبعا دي حالة شاذة. يعني المفروض تبقى am انت I، بس الصح طبعا عشان دي من الحالات الشاذة، لأن يعني مش هسأل نفسي، فأروح قايل are انت I. are انت تعالى على بسألك يعني، وبعدين I يعني أنا مش مصري، مش أنا فخور. Number 57. She never speaks English. هي عمرها ما اتكلمت اللغة الإنجليزية. أنا عندي جملة never هنا، never يبقى جملة منفية، يبقى لازم السؤال إيه؟ السؤال يبقى مثبت، يبقى ما أقولش doesn't she لأ، أو does she. 58. We will all، كلنا a driverless car in 2030. طبعا ده تنبؤ بدون دليل، يبقى we will اهي وراها المصدر، يبقى مش we will have بقى، we will have عشان will والايه والمصدر. number 59. The sofa للأريكة او الكنبة made of leather، مصنوعة من الجلد. الأريكة طبعا هنا ايه؟ لا تعد مفرد، يبقى is made، is made of مصنوعة من، لو جمع كنت قلت are made of. When you cross the road، لما تعبر الطريق، you to look left and right. طبعا لاحظ بقى، ركز معايا هنا، بعد اقص في تو، يبقى انا مغمض بقى. should ما بتاخدش تو، must ما بتاخدش تو، mustn't. number 67. after finishing school، بعد ما خلصت مدرسة، you can go to university. هل primary school ولا preparatory school ولا nursery school ولا secondary school؟ تبقى طبعا very good لما اخلص preparatory school او prep school
go to university ولا secondary school؟ لا secondary school بعد ما أخلص الثانوية بروح الجامعة. Number 68. The underlined word apartment. الكلمة اللي ضعتها غلط كلمة apartment شقة. هل هي means بتعني ايه بقى؟ بتعني a beach, a garden, a park, a flat. طبعا الفلات بالبريتش اسمها فلات شقة وبالامريكان اسمها apartment شقة وبالفرنسا اسمها apartment طبعا. Number 69. Many people use bags to put things in. ناس بتستخدم ايه عشان تحط فيها الشنط؟ باج ايه؟ باج هنا معناها كيسة. هل وود ولا ميتال ولا بلاستيك؟ تمام بلاستيك باج يعني كيسة بلاستيك. Number 70. To build a house عشان ابني منزل. You think of the design بتفكر في التصميم and the the rooms, rooms, the materials ولا the parts طبعا the materials المواد اللي هبني بيها يبقى بفكر التصميم ولا المواد اللي هبني بيها. Number 71. They stopped under the building. هم توقفوا تحت المبنى to themselves from the rain. عارفين themselves يحموا نفسهم from the rain من المطر. يبقى هناخد Number 78. I'd stay at home than go out in this cold weather. أقول لك أي طبعا عايز أقول أنا أحب stay at home وأفضل نقعد في البيت than على إني go out إن أنا أخرج طبعا in this cold weather بهذا الطقس اللي سيء. يبقى تبقى أيد ممكن أيد rather ممكن أيد prefer بس إيه الفرق بقى؟ أيد rather معناه أفضل بتاخد than وبيجي وراها الفعل فين في المصدر بقول هنا I'd rather stay than بعد وراها المصدر stay ورا than كمان stay جوه مصدر لكن لو قلت I'd prefer اخد وراها طول مصدر prefer بتاخد ing بس لو يجي قبلها أبوستروف دي اللي هتختار كلمة would بقول I'd prefer وراها to والمصدر. Number 88 79. The underlined word been الكلمة اللي تحتها خط بن means معناها عارفين ايه بن اللي هي ايه السلة سلة الزبالة او الخمامة هتبقى معناها تبقى معناها بيتش شاطئ او بلاش جاردن حديقة بارك حديقة او موقف سيارات ولا باسكت طبعا معناها ايه باسكت means بن باسكت معناها سلة طبعا. Number 80. The village القرية very quiet when I lived there. خد بالك لاحظ كده بيقول ايه when I lived there لما كنت عايش هناك. lived دي مضارع ولا ماضي؟ ماضي يبقى تنفع was وتنفع had بس لان is وهاز مضارع. طبعا عايز اقول quiet quiet يعني هادية يبقى قلت لها اقول was quiet عشان دي صفة يبقى اقول كانت هادية. Number 81. when I was 5 نفس الكلام بقول when I was 5 لما كان عندي 5 سنين. I ride a bike طبعا was هنا مضارع يبقى هذا ما تنفعش وكان ما تنفعش يبقى عندي had او عندي could. Number 88. I write everything that happened to me انا بكتب كل حاجة تحصل لي in my تبقى in my diary ديري على المعنى معمل ألبان ولا in my book كتابي ولا in my album ولا in my diary مفكرتي طبعا هتبقى in my diary في مفكرتي. Number 89. Don't park your car here ما تركنش عربيتك هنا. This is no parking here. اللي بتقول no parking here ممنوع الانتظار هنا هل هقول list قائمة ولا لايت الضوء ولا او النور يعني ولا ساين الاشاره ولا سيجنال اشاره برضو بس سيجنال اشاره اللي سلكيه لكن هتبقى سيجنال ساين يعني اشاره متعلقه على الحيطه تعطي ارشادات. نمبر 90. Many people use ناس كتير بتستخدم bags شنط to put things in تستخدم الشنط ايه عشان تحط فيها اشيائها
هل هي wood, metal, plastic, glass؟ طبعا هتبقى بلاستيك، كيس البلاستيك to put things on، مش في حاجة كيس حديد ولا كيس خشب ولا كيس زجاج. The teacher gave each one of us، المدرس أعطى كل واحد فينا a قرآن to do at home عشان نعملها بالبيت. A work، مفيش حاجة اسمها work لأن work لا تعد. والله a task مهمة، والله a task. وصلنا يا حبايبي الطلاب الأعزاء إلى السؤال الخامس في الامتحان اللي هي correct the underlined word، صحح الكلمة اللي تحتها خطأ. Number one، بقول when did Rana's birthday، امتى عيد ميلاد رنا؟ طبعا البيرثدي ده اسم، ما ينفعش اسال بديد لان ديد لازم وراها فعل رئيسي، يبقى بدل ما اقول ديد اقول از، بس عشان ماضي اقول ايه ووز، يبقى وين ووز رانز بيرثدي. وين ديد فاطمه فاميلي وينت تو ذا بارك، هنا سالت وين ديد، ديد بيجي وراها ايه فعل في المصدر، ما ينفعش وينت بقى، يبقى وين ديد فاطمه فاميلي جو تو ذا بارك. نمبر 3، Do you visit your friend the last weekend؟ برضه عندي في الجملة last weekend، عطلة نهاية الأسبوع اللي فات دي ماضي، ينفع أقول مع last أسأل بدو؟ لا، يبقى صح بدو أخليها إيه did. Number 4، He doesn't go to school yesterday، برضه عندي هنا yesterday ماضي، ينفع أقول doesn't ولا أقول didn't؟ يبقى صح doesn't تبقى didn't. Number 5، cheese are bad for you، عارفين bad for you يعني ضارة ليك، عكسها good for you مفيدة ليك أو كويسة ليك. طبعا cheese ما بتتعدش، مينفعش أقول cheese are، لا cheese is عشان إيه، ولو ماضي بدل ويرا خلاها was. That mountain، هذا الجبل، is more high than we thought، أعلى مما كنا نتخيل. طبعا هنا مفيش حاجة اسمها more high، high أخليها higher، يبقى higher than يعني أعلى من. Number 7، In my opinion، من وجهة نظري، history is most interesting subject، طبعا التاريخ هي most interesting، عايز أقول أمتع مادة، إذا مش اسمها most، اسمها the most interesting subject. Number 8، فاطمة is good than her friend هالة. Number 17، رنا and فاطمه cleaned the house herself، رنا وفاطمه نظفوا المنزل نفسهم، رنا وفاطمه في اند يعني هما الاثنين جمع، يبقى ما اقولش herself بقى اقول ايه them selves، وقلنا قبل كده اي اسم جمع عاقل او غير عاقل بقى عليها them selves. Number 18، if we water the tree every day، اذا سقينا الشجره كل يوم it will grow، طبعا خد بالك هنا ووتر فعل بمعنى يسقي مضارع بسيط، يبقى لازم هنا ويل والمصدر، طب المصدر مش جرو جي ار اي دبليو، لا جرو جي ار نفس النطق بس جرو جي ار او دبليو، دي مش بتنطقها جري بقى، لا هي بتنطق جرو ودي بتنطق جرو، بس جرو جي ار او دبليو هي المصدر. If I visit France next year، لو زرت فرنسا السنة الجاية، ادي فيزيت مضارع، يبقى جواب الشرط لازم ويل وليه والمصدر، يبقى I will visit France. Number 20، It's hot today، الجو حر النهاردة، وعايز سؤال مزيل هقول ايه very good، ما اقولش hasn't it، لا اقول isn't it، لان يعني هنا خد بالك ابص في اسم ممكن تبقى is وممكن تبقى has، بس هنا عشان في صفة hot دي صفة بتختار it is، يبقى isn't it. Number 21، Was there taps in ancient Egypt؟ هل كان يوجد حنفيات in ancient Egypt في مصر القديمة؟ طبعا taps دي مفرد ولا جمع؟ جمع، ما ينفعش was بقى خلاها ايه where there، وطبعا مصريين قدماء دي ماضي بسيط، ما اقولش ار بقى اقول where there، هل كان يوجد. 22، مستر احمد is best teacher in our school، احسن مدرس في مدرستي. Number 33، رنا arrange your bed yourself، هنا طبعا رنا مخاطب بقول لها يا رنا arrange رتبي your bed سريرك، اقول لها رتبي yourself بنفسها ولا انت نفسك، يبقى انت نفسك بدل yourself هنخليها ايه yourself. تمام. Number 34، Who is the famous man in your town؟
من هو أشهر رجل نيو تاون؟ طبعا لاحظ هنا بقول لي هو إز، أو لاحظي هو إز ذا، طالما ذا يبقى لازم صفة منتهية بإي سي تي، ولو طولت المقطع زي نحط قبلها ذا موست أو ذا ليست، يبقى هو إز ذا موست فيموس مان نيو تاون، من هو أشهر رجل نيو تاون في مدينتك. نمبر 35، إف أي فيزيتد فرانس نيكست يير، لو زرت فرنسا العام القادم، I will visit Paris. طبعا لاحظ هنا بقول if I visit، I visited، وقال لي next year، يبقى هنا بس هتبقى فيها غلط. ليه؟ لان حتى هنا في I will visit France، تمام، وفي next year يبقى لازم هنا في مضارع بسيط، يبقى بدل كلمة visited هتبقى ايه؟ visit. Number 36، My little brother، أخويا الصغير، does mistakes in the English test. أخويا الصغير دايما بيرتكب أخطاء in the English test، في اختبار الإنجليزي. لاحظ هنا does، صح مع my brother، بس عشان mistakes ما بتاخدش does، mistake بتاخد make، make mistakes هنخليها makes mistakes بدل does mistakes، عشان فعل، عشان كلمة mistakes بتاخد فعل makes. بقول was technology make our life easier، هل التكنولوجيا خلت حياتنا أسهل؟ لاحظ هنا في إيه؟ make مصدر، ما ينفعش أقول معاه هوس، يا إما أقول حاجتين، يا إما أقول did، يا إما أقول well، يبقى تنفع صح هوس هنا خلاها well، وتنفع صح هوس خلاها إيه؟ did. Number 38، My computer often stops and turns off by himself. الكمبيوتر دايما بتاع بيتوقف ويفصل بنفسه، بنفسه عايد على هنا على ليه؟ على الكمبيوتر، ما اقولش بقى himself ولا herself، يبقى في ليه؟ itself، يبقى يقفل بنفسه لأنه غير عاقل، يبقى خليها itself. نمبر 78، I did stay at home then go out in this cold weather. يقول لك طبعا عايز اقول انا احب stay at home، وافضل نقعد في البيت، then على اني go out، ان انا اخرج طبعا in this cold weather، بهذا الطقس اللي سيء، يبقى تبقى I'd، ممكن I'd rather، ممكن I'd prefer، بس ايه الفرق بقى؟ I'd rather معناه افضل، بتاخد then وبيجي وراها الفعل فين في المصدر، يبقى اقول هنا I'd rather stay than، بعد وراها المصدر stay، ورا then كمان stay جو مصدر، لكن لو قلت ايد بريفير اخد وراها طول مصدر، بريفير بتاخد اي ان جي، بس لو اجي قبلها ابص في دي اللي اختار كلمه وود، يبقى اقول ايد بريفير وراها طول والمصدر. نمبر 88، 79، ذا اندرلايند وورد بن، الكلمه اللي تحتها خط بن مين في معناها؟ عارفين ايه بن؟ اللي هي ايه؟ السله، سله الزباله او الكمامه، هتبقى معناها، طبعا معناها بيتش شاطئ او بلاش، جاردن حديقه، بارك حديقه او موقف سيارات، ولا باسكت طبعا معناها ايه؟ باسكت مين زبن، باسكت معناها سله طبعا. نمبر 8، ذا فيليج القريه فيري كوايت وين اي ليفد ذير، خد بالك لاحظ كده بيقول ايه؟ وين اي ليفد ذير، لما كنت عايش هناك، ليفد دي مضارع ولا ماضي؟ ماضي، يبقى تنفع was وتنفع had بس، لأن is و has مضارع. طبعا عايز أقول quiet، quiet يعني هادية، يبقى قلت لها أقول was quiet عشان دي صفة، يبقى أقول كانت هادية. Number 81، when I was 5، نفس الكلام، بقول when I was 5 لما كان عندي 5 سنين، I ride a bike. طبعا was هنا مضارع، يبقى هاد ما تنفعش، وكان ما تنفعش، عندي هاد او عندي كود الاثنين ماضي، بس عشان انا في رايد مصدر مش هقول هاد بقى، لان هاد بيورا تصريف الفعل، بقول كود رايد، لان عارفين كان وكود الافعال النقص كلها بيورا انفينيتيف الفعل في المصدر. نمبر 82، I read، قرأت، about the most dangerous sea animals، عن اخطر الحيوانات البحرية، يبقى I read أول حاجة أدايري مفكرة، ولا I read article مقالة، ولا تايتل عنوان، ولا انترفيو مقابلة شخصية. طبعا واضحة I read an article
قريت مقالة عن كذا. Number 83. The high dam helps with the high dam بيساعد with drought بيساعد الجفاف. It stores بيخزن water. وصلنا نمبر 9 في البنكتويشن. زي احنا شايفين هون I have a carton of juice. هبدأ بآي كابتل تمام a carton of juice وفي الاخر حط full stop. شوف كده I add the I capital وفي الاخر زي احنا شايفين full stop. نمبر 10 who was at the party. طبعا هنبدأ اول جملة capital letter يبقى الدبل هتبقى capital ودي سؤال يبقى احط في الاخر question mark علامة استفهام. نشوف كده ادي هو كابيتال وادي في الاخر question mark علامة استفهام. رنا baked cakes for weddings. رنا خبزت كيك for weddings للزفاف. هبدأ برنا عشان ده اسم طبعا هبدأ بحرف كابيتال وفي الاخر هنحط full stop زي ما احنا شايفين كده هو ادي رنا كابيتال وفي الاخر full stop. number 12 where. طبعا وير هنبدأ بحرف كابيتال عشان دي أداة استفهام وأول جملة كمان وير دي سؤالي بحط في الأخير question mark علامة استفهام أهي where do you live question mark. 13 مستر أحمد teaches us. مستر أحمد بيدرس لنا. طبعا أول جملة مستر لازم أعمل الام كابيتال full stop هو حطها لي وريحني بعد مس ومستر بحط full stop. احمد برضو اسم شخص المفروض كابيتال عمل الاي كابيتال وفي الاخر هنحط ايه فول ستوب. يبقى نشوف كده ادي مستر عملناها ايه كابيتال وادي الفول ستوب وادي احمد كمان كابيتال وفي الاخر فول ستوب. وين از عيد الفطر. هبدا بوين كابيتال تمام عشان اقول الجمله وعشان استفهام وعيد الاي كابيتال والفطر الاي كابيتال وفطر الاف كابيتال وفي الاخر فول ستوب وفي الاخر علامة استفهام عشان وين سؤال. طب مش هيجي كل ده ممكن يجي بس ايه وين وفي الاخر ايه علامة استفهام. شوف كده ادي وين كابيتال عيد زي احنا شايفين معمولة كابيتال ال ايه كابيتال فطر الاف كابيتال وفي الاخر كويستشن مارك علامة استفهام. نمبر 15 فاطمة's dress. فستان فاطمة is beautiful. يبقى هبدأ بفاطمة ايه كابيتال تمام وهنا في اس الملكية الابوستروف متشالة يبقى احط ابوستروف فوق كده وفي الاخر فول ستوب. نشوف كده ادي فاطمة الاف كابيتال وادي الابوستروف وفي الاخر ايه فول ستوب. نمبر 16 فريال عبد العزيز از ا فيموس كاريتي بلاي. فيموس كاريتي بلاي هبدأ بايه بفريال الاف كابيتال اسم شخص واول جملة وعبد العزيز الاي كابيتال وطبعا افيمس كاريتي بلاير في الاخر حط ايه فول ستوب. شوف كده هذا هي في ريال الاف كابيتال عبد الاي كابيتال طبعا از افيمس بلاير وفي الاخر ايه فول ستوب. بكده نكون يا شباب عملنا مراجعه في الفيديو ده على 3 اسئله من الامتحان اللي هو الماتشنج التوصيل والري اوردر اللي هو الترتيب والبنكتويشن اللي هو الترخيم. ان شاء الله الفيديو القادم هنعمل لكم في نعيشنا ان شاء الله اللي هو الثالث والاخير هنعمل لكم في الباراجراف مجموعة باراجرافات كده مكتوبة واحتمال اعمل لكم القطعة عشان يبقى احنا كده غطينا تقريبا معظم اجزاء الامتحان. بالتوفيق لكل شبابنا شباب الصف الرابع ابتدائي بناتنا واولادنا الحبايب. بس نرجو يا شباب مش تنسوا بس تفعلوا الجرس وتعجبوا بالفيديو تعمل اعجاب للفيديو وتشارك الفيديو على القناة على الفيس وعلى الواتس عشان يوصل لكل اصحابنا وزملائنا. مع تحيات مستر احمد البرمان ومجد اول اللغة الانجليزية بالتوفيق للجميع.